ايه الاخبار السودا اللي كل يوم الواحد يفتح الباب؟ صباح الخير يا بنات. صباح الخير يا حبايبي. لا مؤاخذه يا ريس. ولا يهمك يا روح. هي ما كانتش عايزه ان انا اوصلها لغايه المحل. انا طبعا ما سبتهاش، رحت معاها جابها وصلتها لحد الباب. جابها، كان نفسي اجي معاكم والله. يا ريتك جيتي. بقول لك ايه يا بنتي يا زاد، هسيبكوا بقى من الرغي ده وخليكي معايا. عملتي ايه مع بنتك في موضوع عماد ابني؟ عماد؟ انا بصي كلمت دعاء يعني، بس هي بصراحه يا ريسه، بس من غير والنبي ما تزعلي، قالت لي ما بتفكرش في موضوع الجواز ده دلوقتي لغايه لما تخلص الكليه. وانا ايه اللي هيزعلني يا حبيبتي؟ احنا ما نزعلش لا عاش ولا كان اللي يزعلنا. انتوا يا حبيبتي اللي بكره هتزعلوا، انتوا الخسرانين. عماد ما يترفضش يا زاد. ما تزعليش يا ريسه، ما تاخدهاش على كرامتك كده. الحاجات دي اسمه ونصيب يا ريسه، مش كده؟ وماله يا حبيبتي؟ خلاص يا زاد بقى، خلاص حرقتي دمي على الصبح يا زاد. خلاص يا ريسه معلش، هي خسرانه. هي بنت اخت العيد ميلادها قرب وهي بتموت في سنو وايت، فقلت اعمل لها هديه اجيب لها فستان سنو وايت اللي بتطلع فيه في الحدوته. قلت ما فيش غير ذات هي اللي هتفصل لي الفستان. بصي يا ستي، هاتي لي بس مقاسها وانا هعمل لها فستان زي في الصوره بالظبط بالظبط. الله يخليكي ليا. انا مش فاهمه ليه العيال بتوعنا بيروحوا يشبطوا في ابطال القصص الاجنبيه، ما عندنا حواديت زي الفل. يا حبيبتي انت مش فاهمه، علشان ده الكرتون اللي هما بيتفرجوا عليه. عندنا حواديت حلوه، شاطر حسن وشهرزاد. حبيب قلب ام عماد طول عمره بيقلد الشاطر حسن اللي البنات بتلف وتبرم كده وراه. عشان الدكتور طلب مني الحاجه دي والورق ده لازم يبقى عندي النهارده بالليل عشان اسلمها له بكره، مش عارفه اعمل ايه. حاضر. انا كده كده هبقى اكلمك بالليل. ماشي ماشي، يلا باي باي. عليك ان ده اول يوم ليكي في المعهد. ما هو ده مش اول يوم ليا فعلا، انت ناسي ان انا كنت بحضر ايام التقديم كتير ولا ايه؟ انت تعرفي ان انت اول بنت تتقبل في قسم التصوير من سنين طويله؟ طبعا، عشان انا كنت اشطر واحده في اللي قدمته. اصل التصوير بالنسبه لي ده زي المايه والهواء، وبابا من وانا صغيره كان جايب لي كاميرا التصوير، ومن ساعتها ابتديت اصور كل حاجه واي حاجه. ايوه بس تصوير الكاميرا الفوتوغرافيا غير تصوير كاميرا السينما خالص. تعرفي تتعاملي؟ هتشوف. شوف. شوفك تاني. ان شاء الله. ألف خطوة عزيزة يا جماعة، نورتونا وشرفتونا. ولا شربتوا حاجة ولا قعدتوا ولا أي حاجة؟ نورتيني وشرفتيني يا مرات ابني. حبيبتي ده قمر والله. والله يا جماعة كنت شفتوا شقة بالمرة. مرة تانية صدقيني. ميرسي. إن شاء الله. مع ألف سلامة. مع ألف سلامة. عبدو شكله جه يا ماما. اعملي صينية كيك مع ترام مولعة على الفرن. نتجوز عماد ابن عاطف. ايه الجنان ده؟ انت يا بنت؟ انت يا بنت؟ انت ايه اللي مقعدك هنا؟ قوم قوم يا حبيبي قوم. شفتي يا ماما عماله تعيط وتقولي موافقه تتجوز عماد ابن عاطف؟ تتفلق. هشوفها. لا ما تشوفهاش. هي لما تعوز تيجي تكلمك تيجي تقعد معاك تكلمك. يقطع البنات وخلفة البنات واللي عايز بنات. يا مخلفة البنات يا شايلة الهم حتى الممات. حتى لما يتجوز يفضل شايلة همهم برضو. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. تعالى يا حبيبي. صباح الخير يا ريس. صباح الخير يا حبيبتي. امال البنات كلهم راحوا فين؟ نزلوا يقبضوا، وقلت لهم يقبضوا لي معاهم، رجلي بتنقح عليا مش قادره اتحرك. انا برضه ركبي بقت توجعني، مش عارفه من طلوع السلم ولا من ايه بالظبط. يلا ما علينا.
لك يا ريس، انا فضلت ورا دعاء كده يعني لغايه لما هي وافقت تقابل عماد. ها بعد ما كل اشتكى وقال ده ريحته مستاكه، لفته لفتكم دلوقتي جايين موافقين بالواد ما كمل اول. معلش يا ريسه، برضو البنت صغيره ما عندهاش مخ تفكر. صغيره يا حبيبتي، قروسي ودنها، قولي لها ما ترفضيش كده على السمع. شوفي الواد ده، واد سعيدي مية مية وجاي من السفر دفيان وجيبه عمران. وبعدين يعني هو انا كنت بدور له عليها عشان هي برضو دكتوره ومتعلمه وحلوه. بصي الواد جاي وجايب لامه ايه، كنت هلبسها لها في شبكتها، هي قطعت برزقها. وبعدين يا حبيبتي الواد اخد الموضوع كده على صدره ونفسيته تعبانه قوي، ازاي واحده ترفضه؟ فانا معلش يا ذاتي يعني سيبيني كده، اديني فرصتي احاول مع عماد. ما هو برضو بيني وبينك محدش يرفض عماد ده، انا بقول لك شبه يا بنت وانا في سنه سته، ده قمر. اسم الله عليه، اسم النبي حرص وصينه، ومن كان وبان عليه قالوا اسم الله عليه في السلك الدبلوماسي. وانتوا عارفين في السلك الدبلوماسي ما بياخدوش اي حد، ما بياخدوش الا الشباب الزين كده اللي زي عماد. انا هدخل في الموضوع على طول يا عمي. طبعا حضرتك عارف ان طبيعه شغلي بتحتم عليا ان انا كل 4 سنين تقريبا ببقى موجود في بلد مختلف يعني. وحاليا انا بدور على عروسه تكون واجهه تشرفني وتشرف مصر في اي دوله انا بشتغل فيها، يعني تكون مثقفة، تكون بتعرف لغات، تكون على دراية بقواعد الإتيكيت. طبعا لما شفت الأنسة دعاء حسيت إن هي فيها كل المواصفات اللي أنا بدور عليها وأكتر شوية. أوف كورس، أنت معاك حق في كل كلمة قلتها. هي دعاء مش عشان بنتي يعني، بس هي فعلا ست بيت شاطرة ومتربية ومؤدبة وعروسة تشرف يعني. هي طبعا مخلصة مدرسة إنجليزي وخريجة، لسه ما اتخرجتش يعني، بس ان شاء الله هتبقى خريجه كليه الطب يعني، هتبقى دكتوره ما شاء الله. انا مش عايز اكتر من كده يعني، عايز اقول لحضرتك ان هي كده مناسبه جدا ليا ولظروفي، خاصه علشان هي مش محجبه وده من البروتوكول عندنا في الخارجيه. بس هي مش هتتجوز الا لما تخلص الكليه يعني، لان حضرتك عارف ان كليه الطب محتاجه تركيز جامد. الله، انا بالنسبه لي معجب بكلامك جدا والله يا زمان. انا مع حضرتك جدا في كل اللي حضرتك بتقوليه، يهمني جدا ان هي تكون متفوقه في دراستها، وان شاء الله لما نسافر اي بلد هخليها تكمل الدراسات العليا بتاعتها هناك. بس انا برضو محتاج فسحه من الوقت كده ان انا اتشاور انا والجماعه بتوعي، زي طبعا حضرتك عارفاها، ودعاء برضو ضروري اخد رايها يعني، ان شاء الله ارد عليكم في اقرب وقت ان شاء الله. لا ده عماد ما فيش قدامه وقت طويل، ده قرب يسافر، واحنا كنا مأجلين الزياره دي لحد انت ما ترجع من السفر. سفر سفر ايه ده؟ كان محبوس. قاري اسود محبوس كلابوش. لا لا قاري اسود يا ريس، حضرتك ما تفهميش غلط، ماما قصدها يعني كان محبوس في السفر يعني، كانت معتبره سفر وده حبسه يعني. ليه يعني وكده يعني؟ يمكن الالفاظ بس. هي هزيان، عندها هزيان. هزيان ايه يا ست انت؟ ده انا دماغي توزن كل الرصان اللي قاعده دي. خلاص ايه اللي هزيان ده؟ خلاص ما تزعليش نفسك يا حاجة، احنا اللي عندنا هزيان. حطي في نفسك اللي انت عايزه تحطيه. لا مالكيش دعوه بيا. معاش ولا كان يا حاجة اللي يحطي فيكي حاجة يا حاجة، انا اللي عندي هزيان. محدش يقدر. خلاص انا اللي عندي هزيان وانا اللي بحشرف يا حاجة. ما انت شايف يا عماد يا عبد كده قدام الرئيس؟ انت شايف يا عماد؟ خلاص يا ماما بقى، بنتبهدل عندك يا زاد. لا مفيش حاجة، انت مش واخدة بالك. مش كده الحاجة، دمها خفيف تماما يعني. هي يا ابني دمها خفيف فين يا ابني؟ طب تضحك تعمل اي منظر؟ دي كده ضحكت كتير. انا ضحكت كتير لما كنت في سنك، بطلت اضحك من اللي شفته. انا جايبه مخصوص لحضرتك عقبال ما تشوف اللي انا شفته. ان شاء الله انت يا حاجه اللي تدعي عليا. امك بتدعي عليا يا زاد، ان شاء الله بتدعي عليا يا زاد. سوء تفاهم بس يا جماعه، معلش. واضح كده ليه؟ ده انا جاي اخطب لابني وفرحانه وقلبي معلش يا جماعه، معلش يا جماعه، صلوا على النبي، صلوا على النبي بقى. ده جاي وقلبي متشرح يا حاجه. مش كده يا ماما؟ يا ماما خلاص دخلها جوه. واضح ان في لبس، واضح في لبس والله يا ريس. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما هي قصدها. هي كده يا زاد، يا ماما ست كبيره. ليه كده يا زاد؟ يا ريس انت، انا ماما ست كبيره وداخله على 80 بقى. مش كده داخله على 80 تلم نفسها وتقعد في حته؟ احترمي نفسك. 80 على 90 خلاص. انت احترمي نفسك. انا في سن امك يا ماما، ست كبيره يا ماما. يا ماما بليز لو سمحتي.
سمحتي شكلك يا ماما. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. ماما ازيك يا عماد؟ انا معجب بيك جدا، معجب بيك جدا، وكلامك موزون. الجاتو ده جايبه حضرتك من جروبي. عايز اتكلم معاكي. مفيش ما بيننا كلام. لا في. نعم. انت فعلا هتتجوزي واحده غيري تاني؟ يا سلام، ما انت خطبت وهو هتتجوز. ده انت كمان هتسكن في نفس العماره. مين اللي قال الكلام ده؟ ما حصلش اصلا. بعماره ان امك لقيتها واقفه معاها وبتقول لها يا عروسه ابني. يا بنتي مالكيش دعوه بامي، امي دي طول الوقت بتحاول وانا برفض. وانا رفضت كتير قوي. ولا انت يعني كنت فاكر ان اول ما تسيبني بقى هقعد اعيط بقى واسمع هاني شاكر؟ مين قال اني سبتك اصلا؟ كل الموضوع ان انا كنت مستني اقف على رجلي عشان لو جيت اتقدمت لك واهلي عصلجوا اعرف اعتمد على نفسي واتجوزك. بعدين خلاص فتحت شركه السياحه زي ما كنت قايل لك وهتقدم لك تاني في اقرب وقت. صدقيني يا دعاء. طيب العنب ده ميزي زاب. الله مرمون ده اخوك فين؟ امجد مين؟ يا جماعه دعاء عايزه تقول لكم على حاجه مهمه قوي. خير يا حبيبتي؟ قولي. ولا حاجه بس ما تنطقي. حاضر. واحده واحده على البنت. قولي يا حبيبتي. انا مش عايز اتجوز عماد. ولا بقى يا بت؟ يعني ايه مش عاجبني؟ يعني مش عاجبك؟ بصي يا ماما، اولا لو اتجوزت عايش معاه، وانا طبعا نفسي اعيش معاكم. لا يا حبيبتي روحي عيشي معايا، احنا مش عايزينك تقعدي معانا. قولي لي السبب التاني بقى. السبب التاني ان هو رفض الحجاب وانا عايزه اتحجب. حجاب ايه يا بنت اللي طالعه فيه ده؟ ايه حجاب؟ حجاب على ايامي ما كانش في واحده في سنك تفكر تتحجب اساسا. انت بتحجبي يا تيتا؟ اتحجبت على كبر، والنهارده انزل الكوافير واصبغ وابين شعري عادي. بس بس بس, بس. حجاب ايه ده اللي طالعين فيه؟ ماما مش ده المشكله يا ماما. بنت في سنها تتحجب ازاي؟ استني اديني سبب مقنع. انا عايزه سبب مقنع. انا عايز انا اسكتوا. استنى يا عبدو. اسكتي. اسكت ايه بس يا عبدو؟ اسكتي يا زاد. اسكتي. هي اللي كانت عايزه تجوزك. اسكتي يا زاد. بس يا ماما الكلام اللي بتقوليه ده غلط. الحجاب ده فريضه عشان تكوني عارفه. يعني ايه الدنيا تبقى فاتحه دراعاتها كده للبنت؟ اصبري. احنا في ايه ولا ايه يا عبدو؟ احنا مش في ده. يعني ايه؟ شوف اللي في سنها رايحين وجايين وبيمرحوا. بس يا ماما يا ماما خلاص خلاص خليني اشوف المصيبه اللي انا فيها. تاني بالله انا ما عاد عندي صحه ليكي. الحجاب على كبر مش على صغر. يا ست اسمعي خلاص ده كل واحد حر في حياته يعني. تتكسر حقك. ردك ده هو. خلاص يا ماما خلاص. ما انت مش بص ايديكوا يا حبيبتي. هو الواد ده مش كان عاجبك؟ ايه اللي حصل؟ يعني مش عارفه، حاسه انك بضحك على نفسي يعني. ما اعرفش كده شكله، ما اعرفش بيتكلم كتير كده وشكله مش حاساه يا بابا خالص. عامة يا حبيبتي لا انا ولا امي كان يغصبك على حاجه. اللي انت عايزاه هو اللي هيكون. اشربي وريني بقى هتحطي عينك في عين الرئيسه بتاعتك ازاي وانت كل يوم برايي. انت عايزاني ابيع بنتي عشان الرئيسه وعشان ابن الرئيسه؟ لا 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 حاسس يا بنتي بحد. محدش حاسس والله. لا خلاص اوعي بقى يا امجد. لا خلي بالك اسلوبك معايا بقى فوق. وبعدين انت جبتي لي السكر، والله العظيم انت اللي جبتي لي السكر. ماشي ماشي يا عم جيت. محدش بيتمر في حاجه. 2 كيلو بدنجان ابيض و2 كيلو بدنجان اسود ونص فلفل وبس. يعني ايه وبس؟ هو ده المحشي اللي انا قلت عليه؟ هو ده اللي طلبتيه يا ستي. زيت يا ستي زيت. الحمد لله يا ام افكار الحمد لله. يا ستي خليكي معانا خلينا اخلص انا سايبك واشيلك.
لك بجد يا زوزو. أيوة. والله العظيم اكتب اسمك. طب خلاص بقى. حلو قوي اللبس يا ذات، بقيتي وسطى في الملابس التنكريه ولسه. نفس لبس الكرتون اللي امجد بيتفرج عليه عندي في الدش. طب تصدقي المشروع ده بيكسب جدا. طبعا ده لبس باتمان مش باين اهو باتمان. ده ايونت فروت. اللهم صل على النبي. عايز ايه ده؟ بيقول ايونت فروت. عايز ايه يعني؟ عايز فاكهه. اديله قطعيله دعاء. لا تقطعيه. ايه؟ خدي يا مجوده، خدي يا حبيب بابا، خدي. يا معقوله يا زاد لغايه دلوقتي ما بيتكلمش عربي؟ ما هي دي المشكله يا همت. يعني احنا بصراحه قدمنا له في كذا مدرسه ومش راضيين ياخدوه عشان ما بيتكلمش عربي، كلامه كله انجليزي. معقوله يا زاد يعني كل شويه تقعدي تخرجيه من المدرسه عشان ما بيتكلمش عربي؟ هتضيعي مستقبله. كلام ايه ده يا جماعه؟ لا لا لا، ده امجد ده جينيس، بس هم هنا التعليم متخلف شويه، مش مقدرين عبقريته. بالظبط كده، متخلفين. قشري يا اختي قشري، دول ياما قشروا اللي جنبك دول. اتعلمي يا بنت عشان تروحي بيت جوزك جاهزه ومتعلمه. اموره شكلي كده هاخدها للواد عماد. كفايه بقى يا ريت، كفايه بقى يا ريت. اقول لك يا زيت، البت بنت اختي من ساعه ما عملت لها الفستان بتاع سنو وايت ابني هيتجنن على بدله سوبرمان، بس انا بقى عايزاكي الاس بتاع سوبرمان يبقى كبير كده شويه عشان الواد يتبسط. والله يا ريت كان ينفع يا نادي، بس انا اليومين دول مشغوله، اصل ابتهال بتعمل مشروع التخرج بتاعها. بسم الصليب عليها. فبعمل هدوم يعني للممثلين اللي معاها في الفيلم. لا كده ليكي حق، مش مشكله، نستنى احنا شويه. بس اول لما هخلص هعملها على طول. خليكي ليا. هدوم ايه اللي انت مشغوله فيها يا زين؟ لو انت بتفصلي هدوم لفيلم ناديه الجندي ولا نبيله عبيد؟ ده حيلا شويه عيال فاشلين في معهد سينما بيعملوا فيلم قصير. ما هو يا بنتي يا فاطمه عشان فيلم قصير بتفصل له فساتين طويل. ماكسي ماكسي. والله ايه الكلام الفاضي اللي انتوا عاملين تقولوه ده؟ لعلمكم بقى كل الافلام اللي انتوا بتتفرجوا عليها دي المخرجين بتوعها كانوا طلبه في السينما. صح. زي ابتهال بنتي بالظبط. سينما ايه ده؟ معهد سينما ده حيلا معهد كده لمين في العيال الفاشلين اللي ما جابوش مجموع؟ ايه الكلام الفاضي اللي انتوا عاملين تقولوه ده؟ ابتهال موهوبه جدا، وان شاء الله باذن الله هتكون احسن مدير التصوير في مصر. ان شاء الله يا زياد. ما تزعليش. مش هنخلص من المطعم ده يا عاطف. فاضي ولا في ايديك شغل يا زياد؟ في عندك ايه؟ معايا الماتيريال الحاسه الارهابيه بتاعت يوم الخميس، عايزين تقرير. طب روح وانا هحصلك. ما تيجي تاخد صوره يا منير. يا اختي عمره ما يخش علينا بخبر عادل. مصر على 18 سائحة من في هجوم إرهابي غير بالجيزة. استغفر الله العظيم يا رب. أربعة إرهابيين يفتحون. ربنا يصبر أمهاتهم على مجموعة من السياح. الله يكون في عون أمهاتهم. شارع الهرم ويهربون في ميكروباص. الموضوع كبير قوي يا زين. مستهدف مجموعة من السائحين. ده في دم. دم إيه؟ كانوا متواجدين بالفندق. أنا مش فاهم الحكومة ساكتة ليه؟ ما هو منير بيقول لي لو الحكومة كانت عايزة تقبض على اللي عمل العمليات دي كانوا قبضوا، خصوصا إن في قانون طوارئ. يا بنتي غيري يا بنتي النكد ده، بقالنا ساعة بتفرج عليه وانا عقل بنت. حاضر يا ماما حاضر. غيريه. حاضر حاضر ثواني. الإرهابية الآثم. He's a big New York tough guy. Someday. بطلي الدوشة دي اللي عمالة تخبط في نافوخنا. حاضر يا ماما خلاص الرشا خلص. مش عارفين نتفرج على المسلسل. حاضر يا ماما حاضر. انت بتحبي لانسا ولا ايه؟ حاضر. هو ده ما يتحبش؟ شايفة الطول والعرض؟ شايفة الجمال؟ شايفة. لعلمك بقى انتوا جيل صعبان عليا. اه والله. ما لحقتوش الرجالة دي. يلا حبيبي تعالى نقوم عشان بكرة هنصحى بدري. يلا حبيبي قوم معايا. طب شيليها زيت الواد مدروخ. هشيله ايه يا عبده بس؟ جوزي رجالة حلوة زي مدروخ بالراحة عليه. يا حبيبي مدروخ ايه بس؟ ما تتجوزوش أقل من ده. يلا يا حبيبي. شايفين؟ أمجد بيتكلم انجليش حلو قوي بالنسبه للي في سنه، وده ما بنقابلهوش كتير. في عائلات كتير قوي بتقدم لاولادها هنا في المدرسه وما بنقبلهمش عشان ما عندهمش معرفه كويسه باللغه الانجليزيه. والله الكلام اللي حضرتك بتقوله لي ده يبسطني جدا. انا بس كنت عايزه اسال سؤال صغير، هو ما بياخدوش عربي خالص؟ لا طبعا هيتعلم عربي كمان. احنا هنا بنعتمد في التدريس على منهجين، الانجليزي والعربي. الانجليزي زي ما بتدرس في انجلترا بالظبط، والعربي والدين والدراسات من الوزاره هنا، وطبعا في نظام مختلف للامتحانات. والله ده كلام جميل. معلش سؤال اخير بقى. المصاريف كام حالا؟ هبعت حد من حضرتك الحسابات تعرفي هناك كل التفاصيل. بتقولي كام؟
انت اتجننتي يا ذات؟ هنجيب المصاريف دي منين؟ طب نعمل ايه يا عبده؟ قول لي العمل ايه؟ العمل عمل ربنا. ندخله مدرسه حكومي. مدرسه حكومه ايه؟ اذا كان المدارس التجريبي والخاصه رفضت تاخده، الحكومه هي اللي هتاخده؟ طبعا هتاخده، تاخده نص كمان. التعليم الاساسي ده حق مقفول لكل مواطن مصري حر يا زهاد. يا عبده انت هتسمعني الدستور؟ امال عايزين اعمل ايه يا زهاد؟ عايزين اسرق عشان اعلم الواد. يعني يرضيك يعني البنات يتخرجوا من مدرسه خاصه والولد لا؟ اه يرضيني، يرضيني ونص كمان. ما انا اهو درست في مدارس حكومي وانت درست في مدارس حكومي، مالنا؟ ما احنا زي الفل اهو يا زهاد. يا عبده الولد ما بيتكلمش عربي، افهم دي، ما بيتكلمش عربي، ما بينطقش. ان شاء الله لما يتقابل مع زمايله ويتكلم عربي هيتكلم عربي، هيتكلم عربي، اكيد هيتكلم عربي. خلاص يا عبده انت حر، دور له انت على مدرسه، انا تعبت، انا لفيت على كل مدارس مصر، ما حدش راضي ياخده. خلاص يا زهاد هدور. خلاص يا عبده هدور، ده حبيب ابوه، هدور وريله مدرسه حلوه ان شاء الله. اقبله ازاي يا استاذ؟ ابن حضرتك ما بينطقش ولا كلمه عربي. تقبله عشان ضروري تقبله، لانه مواطن مصري، من حق امجد ان هو يتعلم في مدارس حكوميه، من حقه يتعلم في وزاره التربيه والتعليم. صح كلامك مظبوط، وانا من واجبي اعلم كل المصريين، بس ايه المصريين؟ مصريين بيتكلموا عربي، ابن حضرتك اجنبي وحامل الجنسيه المصريه. كلام ايه ده يا استاذ؟ ده مصري وابن مصري، انت بتتكلم ايه؟ الولد بس جينيوس. طب ايه رايك من هنا لغايه بدايه العام الدراسي الجديد هيكون بيتكلم عربي زي البولدر، ايه رايك؟ صح، واذا اتعلم انا موافق اقبله. خلاص يبقى ديل، قصدي اتفقنا. تعالى امجد حبيب ابوك. اي لاف يو. اي لاف يو ماي سن. مش بقول لك جينيوس؟ بس بعد كده عايزين نتكلم عربي انا وانت بقى، يعني قول بحبك يا بابا. قول كده يا بابا. اي لاف يو. اي لاف يو تو. والله بس اصبروا عليه. بس يا امجد يا حبيبي، بص، التكريم دون انتظار لعطاء هو اسمى درجات الوفاء. قول ورايا كده يا امجد. دات اي ونت تو سليب. اوف كورس ماي دير. يلا يا حبيبي ابوك، تعال تعال. ايوه 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 ايوه. يا 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 واد يا تقيل، يا 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 مجنني، يا ده انا بالي الطويل وانت وانت عاجبني، يا 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 يا. ما تغني يا امجد بقى، غني بالعربي، والله الاغاني العربي دي حلوه قوي. يا 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 واد يا تقيل، يا يا ها قول قول ورايا. يا 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 شاف القطة قال لها بسبس، قالت نو 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 نو. أمك كانت بتموت في الأغنية دي، كنت أول ما غناها لها تاكل سندوتش واتنين وتلاتة كمان. أنت معرفش مالك كده بخلان عليا بالأكل ليه يا واد يا أمجد؟ يا آخرة بختي، يا آخرة صبري. تفتكر أعيش لغاية ما أجوزك يا أمجد؟ يا واد اتكلم يا واد، اتكلم بقى وفرحني كده بكلمتين عربي. طب قول اي حاجه اللي يطلع من ذمتك. بيبي بيبي دونت كراي لوك ات ذات لوك ات ما. ده اسمه ايه؟ الف فيل. الف لا ده اسمه فيل. الف طب بلاش، دي اسمها ايه؟ طق. بطه. بط ط طق. انت ازاي مش فاهم انا زعلانه ليه لحد دلوقتي؟ احنا بقالنا 8 شهور بنتقابل من ورا بابا وماما، وانا بصراحه كده حاسه ماما عارفه كل حاجه وعامله فيها مش واخده بالها. بقول لك ايه، احنا نقطع علاقتنا ببعض احسن. سلام. ده انت مكبره الموضوع ليه كده؟ اولا احنا مش بنعمل حاجه غلط، وباباك ومامتك انت عارف ان لو عرفوا اللي هيخرجوكي ولا هعرف اشوفك. ايوه بس انا حاسه ان انا بعمل حاجه غلط بصراحه كده، حاسه ان انا عامل زي الحراميه. حراميه ليه يا بنتي؟ وبعدين ده احنا كنا مخطوبين، يعني لو كانت الامور مشيت كويس كان زماننا متجوزين وعايشين في بيت واحد. زماننا فعلا عايشين في بيت واحد.
مش ملاحظ حاجة. ليه؟ انت بقالك سنة بتقول انك هتتجوزني، لحد دلوقتي انا ما شفتش منك اي حاجة. بص يا هيصة، عايز اقول لك على حاجة. الامتحانات قربت تخلص وانا بصراحة مش هعرف اخرج من وراهم، تمام؟ وانت عارف ان الكد ملوش رجلين، وانا ما عنديش اي حجة ولا امتحانات ولا اي حاجة عشان اخرج، فتشوف لك حل بقى. ماشي؟ طب ليش التكشيرة دي؟ فدي وشك، ما تقفليش اليوم. انا عارف ان انتوا زعلانين وواخدين على خاطركم مننا، لكن خلاص بقى، اللي فات مات وهنفتح صفحة جديدة. اوف كورس طبعا، ده احنا اهل والله، يعني مفيش حاجة. الحقيقة حاجة فهمي، انا واخدة على خاطري من المدام، يعني لان هي سمعتني كلام يسم البدن. جرايه يا عبدو، اهدي بس، بقول اللي في قلبي. يعني الحاج فهمي عندنا في البيت، وبعدين ده هيثم يعني بالظبط زي امجد والله في مقامه. اهلا وسهلا يا هيثم. امال ابتهال فين؟ هي لسه ما رجعتش بسلامتها؟ حكم هي بقت بتتاخر قوي، بشوفها راجعه نص الليل. لا ما اصل ابتهال بتبقى في المعهد، انا بروح اجيبها مخصوص والله. شغل ايه يعني؟ ما شاء الله ربنا يسهل، تبقى مصوره شاطره يعني ان شاء الله. ويعني بتقال في المعهد ولا مش في المعهد؟ ما احنا احرار في بناتنا، يرجعوا نص الليل، يرجعوا الفجر، يباتوا حاطه بره. احنا بناتنا زي العيار الذهب، دول ولاد عبد المجيد حسنين عبد الدايم. بتتكلمي في ايه يا مدام؟ طبعا لو حد يقدر يقول حاجه. لا انا بس بصراحه مش عارف اعتذر ازاي اصلا على اللي ماما عملته قبل كده وقالته. ممكن انا ساعتها برضو كنت صغير، معرفتش اتصرف كويس، لكن انا دلوقتي كبرت وعارف اخد قراري لوحدي وعارف كويس ان انا عايز اتجوز دعاء، ولو مش هتديني الشقه اللي في الارض انا ممكن اخد اي شقه تانية واعتمد على نفسي. برافو عليك يا هيثم، والله كبرت وبقيت راجل، وانا تحت امرك، من ايدك دي لايدك دي. اهم حاجه عندي الاستاذ عبد المجيد يوافق. هلاقي زي هيثم فين؟ انا قلت قبل كده انت في مقام امجد انت، بس انا ليا شرط واحد. خش براحتك. يعني انا رايي بدل الخطوبه والتطويل نكتب الكتاب على طول، خصوصا يعني عشان ما نتعرضش للمواقف التانيه دي. انت فاهمني يا هيثم طبعا يا حبيبي. ما تفكرنيش يا عم، ده كده عداك العيب واحنا تحت امرك. وانا الحقيقه ليا شرط انا كمان. امال يا زوز بنت ام العروسه؟ انا مش عايزه الحقيقه دعاء تتجوز الا لما تخلص الكليه بتاعتها. ليه كده يا طنط؟ عندي لسه قدامها 5 سنين، هنفضل ماجلين جواز كل ده؟ وماله يا حبيبي ما تاجله ولا ايه يا ماما؟ لو بيحبها يا حبيبتي يستناها 100 سنة مش 5 سنين بس. خلي كلامك معايا، خير والبر عاجل ان شاء الله. نقرا الفاتحة؟ نقرا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. زغروطة بقى يا ماما؟ مفيش نفس زغرط. زغروطة يا زيت. المدام تزغرت. لا يا اختي ما بعرفش ازغرط. كمان ما بتعرفيش تفرحي؟ ربنا يتمم بخير، والله لو اعرف لازغرط. هما الستات كده بيحبوا النكد قد عينيهم. الشاي اشرب، اشرب العصير، اشرب يا هيثم. طيب والله ما فاهماك، انت عايز تجنني؟ هو انت ناقصه وحياه ابوكي كفايه علينا كده. يعني ايه يعني؟ انت عايزها تسيب دراستها وتتستت؟ ليه؟ ما تتجوزوا وهي بتدرس، مش مادام بتحبه ومسامحاها على اللي حصل، وبعدين احنا انتوا ايش ضمانكم ايه اللي هيحصل الايام اللي جايه يا ابتهال؟ ما ممكن يحصل حاجه تفشكل الجواز. بذمتك ده اسمه كلام؟ يعني انت عايزهم يتجوزوا احتياطي؟ احتياطي ليه؟ انت بتفهمي بالمقلوب؟ مش هما بيحبوا بعض؟ يبقى خلاص يتجوزوا وخلاص. يعني ايه يعني؟ ما احنا بنحب بعض، عايزه نتجوز وخلاص؟ تصدقي فكره؟ مين فينا اللي مجنون يا رامي؟ اسمعي بس، او نجيب شقه جنب المعهد، وهو بدل مرمطك كل يوم في المواصلات من مصر الجديده للهرم، اهو نروح سوا. عينيا. ونرجع سوا. ايوه. ونذاكر سوا. ايوه. ونشتغل سوا. حيلك حيلك، كل ده سوا؟ بعدين انت فاكر نفسك اشتريتني ولا ايه؟ ده احنا حتى نزهق من بعض. نزهق من بعض؟ اه. ده انا لما اتجوزك اساسا مش هخليكي تغيبي عن عيني ثانيه، وانت حلوه وطقطقه كده. لا يا اخويا انا ما بحبش الخنقه. ده بتسمي حب ليكي خنقه يا ابتهال؟ لا مش قصدي يا رامي والله، انت عارفني انا مدب، بس انت كمان عارف قد ايه انا بحبك. مش معنى كده يعني ان انا همشي وراك زي دلك، انا بثق فيك جدا. يا حبيبتي وانا كمان بثق فيك. بس هو كل الموضوع ان انا مش بثق في الناس اللي انت بتنزلي معاهم وبتتدربي. سيبك من الناس، المهم انا زي ما انا بثق فيك وعارفه ان بنات كتير في المعهد قوي معجبين بيك، انت كمان لازم تثق فيا، وانت عارف ومتاكد ان كل المعهد بيحبني وبيموت فيا. معهد؟ معهد. كل المعهد. وانا قلت معهد دي تبقى مصيبه. العبي يا نهار اسود، انا فعلا قلت معهد. العبي ليك حق. العبي يا ابتهال.
عماد. لا 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 امجد في ايه؟ لا بس ايه ده ايه ده ايه ده؟ بقولك ايه؟ وانت تتلاشي تشوف افلام عربي. يا ربي يضرب امجد. شفتي؟ اهدى يا حبيبي ما ينفعش كده. ده بقى ده لازم تشوف افلام عربي عشان تتكلم عربي. ده اهدى بقى يا بابا. فيه كل شيء يقول له يا سداد وبابا يفرح بيه. اهو دي اخر دلع. انت بتعملي كده سلام. احسن والله عندك حق. ايه اللي يضحك كده يعني؟ ما تضحكوني معاك. بس احنا يا ماما انا ودعاء لمينا شرايط الافلام الاجنبي كلها وحطينا بدلها افلام عربي في نفس كفرات الافلام الاجنبي. هو ده اللي يضحك يعني ولا ايه؟ مش فاهم. يا رب. ماما كنت عايزه اكلمك في موضوع كده. ما تتكلمي يا حبيبتي، حد حيشك يعني؟ ما تتكلمي. انا نويت اني انقل من طب العلوم. يعني ايه؟ يا حبيبتي انا مش عايزاكي تغلطي غلطتي. انا ندمت ندم عمري ان انا سبت الكليه علشان اتجوز ابوكي. يا سلام يا زوزو، ندمتي ندم عمرك عشان اتجوزتي عبد ولا ايه؟ وبعدين معاكي يا بتهاني، انت عايزه توديني في 60 داهيه؟ بقولك ندمت ندم عمري ان انا سبت الكليه. بس على فكره يا ماما، يعني انا ما بعملش كده عشان هيثم. انا كل الموضوع بس ان انا مش عايزه اكشف على رجاله يعني في امتياز وكده. يعني هحاول ان شاء الله. لو النبي، وما انت كنت عايزه تبقي دكتوره ازاي يعني؟ هتكشفي على رجاله من ورا الستاره؟ بس يا دعاء انا مش عايزه اضغط عليك يعني. انا كل الفكره يعني ان انا بصراحه مش عايزاكي تضحي بمستقبلك علشان خاطر اي حد يعني. بس حطيها حلقه في ودنك دي، ما تضحيش بمستقبلك عشان خاطر اي حد. مفيش حد يستاهل.